محلل كريبتو اشتهر بتوقع انهيار العملات المشفرة في مايو 2021، بيكشف عن تحليلاته لمستقبل البيتكوين في الأيام الجاي. يتوقع المحلل صاحب الاسم المستعار ديف ذا ويف أنه البيتكوين تستعد لأداء قوي في نهاية العام. شارك ديف مخططاً مع متابعيه البالغ عددهم 146 ألف على منصة إكس، بيوضح النطاق الحالي اللي بتتداول البيتكوين خلاله بين 54 ألف دولار و 74 ألف دولار. يشير الرسم البياني إلى أنه بحلول نهاية هذا العام رح يواجه النطاق دعم طويل المدى، يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لحركة السعر الصعودية للبيتكوين قبل سنة 2025. سلط ديف الضوء على أهمية أنه البيتكوين لا تزال مستقرة نسبيا بين هذا النطاق، مشيرا إلى أنه فشل البيتكوين في الانطلاق نحو ارتفاع كبير هو أمر إيجابي من المنظور الفني، حيث يظهر تقدما فنيا أكثر استقرارا في السعر دون هذا التهديد بالانهيار بعد الارتفاع. فهل رح تتحرك البيتكوين ضمن توقعاته؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.